على دراية بأنه ستيفيانا لا بيمرر. كتير ستات بعثت لي أنه ممكن يمرر ممكن يحلي. لا، اللي بيشتروا المغلفات رح تلاقوهم بالصيدلية الاثنين، المغلفات فيها معلقتين صغار كبديل من السكر، معلقتين صغار. فعشان ما بدك أنت تتلي فيه ممكن تاخذ المرتبان الأزاز. وكل هالأشياء الحلوة اللي إحنا بنجيبها أكيد الشكر موصول دائما للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، كل شخص بمكانه الله يعطيهم ألف عافية ودائما إلى الأمام. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. رح نعمل أنا وياكم اليوم لازانيا. إحنا كلنا بنحب اللازانيا. سعرها الصحن تقريبا اللي هي على حجم قطعة اللازانيا بيكون 6 طبقات موجودة بالسوق. سعرها يعني هاي هي شرائح اللازانيا، سعرها لا يقل من 5 ل6 دنانير مثلا. فإحنا اليوم عزلت المطبخ، ابني الصغير بدون ما انتبه عليه مسك العلبة وكسرهم، تمام؟ أو أنا شريتها من السوق، وكتير بتصير صراحة سوق نقل للبضاعة، سوق اللي هي تعامل مع البضاعة بتكون محطوطة على الرف أو قديمة. فإيش أنت عملتي فيها؟ فتحت العلبة لقيتيهم بهالشكل مثلا، تمام؟ إحنا إيش بدنا نسوي؟ برمضان الوقت حرج وضيق، حتى الرجال لما تطلبي منه غرض تلاقي نوعا ما بنزعج، مش بخل عليك لا، ولكن الوقفة على الدور إلى آخره أو مروح تعبان. فهاي هي الدرس تبعنا اليوم، كيف أنا أتعامل مع قطع اللازانيا اللي صارت مكسرة. هلأ يا شيف إذا أنا رقعتهم جنب بعض رح تفتح عن بعضها، تمام، ورح تصير في قطعة البايركس الحشوة توقع يمين وشمال. طب أنا يا شيف بدي أشتغل معاها بس ما بدي أتلفهم لأنه هدول أنا دافع حقهم فلوس، كيف إحنا ممكن نشتغل معاها من جهة، ومن جهة تانية كيف إحنا رح نوفر الوقت؟ يعني إحنا عادة بنحط بنسلق أو بدون بشاميل لحمة، خليني أحكي موزاريلا تشيز، وبنروح فيها على الفرن. إذا أنتم شايفين المكونات قدامي كمان محصورة وقليلة، بس كمان رح نطلع بسفرة عامرة إن شاء الله بوجودكم. خلينا نشوف المقادير. لازانيا سريعة بنفس الطنجرة بدون فرن، المقادير على الشاشة. بسم الله. لتحضير لازانيا بنفس الطنجرة بدون فرن رح نحتاج لقطع لازانيا بدون سلق مكسرة كاملة براحتك اللي موجود نعمة، جبنة موزاريلا مبروشة، حشوة اللحمة، رح نجيب شوية زيت نباتي وننزل عليه بصل مفروم ناعم، معلقة كبيرة من معجون الطماطم، ماء مغلي، نص كيلو أو أي زي ما بدك، لحم مفروم خشنة طبعا، 2 كوب عصير بندورة فريش أو معلب، ملح وفلفل، بهار مشكل أو بهارات 7 من بهارات إسناد، زعتر ناشف أوريجانو، وهيل مطحون باودر لتعطير اللحم. لتحضير البشاميل منزليا بتجيبي 2 كبار زبدة بتسيحيهم وبتنزلي عليهم 2 كبار من الطحين، بتحمصيهم مع بعض لما يصيروا طابة في الطنجرة يلموا على بعض، بتنزلي عليهم 0.5 لتر من الحليب السائل وشوية ملح، وممكن تحطي اختياري بودرة مرق دجاج من إسناد ورشة جوزة الطيب اختياري برضو كمان للي بحب يضيفها. هلأ شغلتنا للبشاميل للستات، بما احنا بنقول عن موضوع الوقت، فممكن تجيب لتر حليب من السوق وتنزل عليه مغلف من بودرة اللي هي البشاميل مثلا، ونحطهم ونطيهم مع بعض بشكل سريع. فهلأ هون أنا إيش بدي أسوي للبشاميل؟ أول شيء بسم الله راح نشغل الغاز وننزل لتر من الحليب السائل، طبعا أنا حاطة سلفان عشان بدي أضاعف الكمية، حليب سائل، وراح ننزل عليه من مغلف إسناد للبشاميل مرق دجاج. شوفي كيف لونه حلو، وكل الخضار المجففة ومطحونة اللي إحنا حضرنا منها بودرة مرق الدجاج صراحة مكتوبة هون على الملصق الغذائي بالخلف وهو سعودي المنشأ. شوفي لونه ما فيه مواد حافظة ونكهته حلوة. من ناحية الملح ما تقلقي، في أنواع بالسوق كتير بتملح، تحسي حالك حاطة كتير ملح، بيكون الموضوع من بودرة مرق الدجاج. ورح أنزل مغلف من البشاميل. كتير أنا وإنتو والجميع، كتير من الناس بتكون مستعجلة أو ما عندها زبدة، فخلص بتمشي حالها باللي هو الجاهز من السوق. وأنا إذا سألتيني بكل صراحة بحب أعملها بمغلف من السوق وشوية لتر الحليب وبس، ما بحب أعملها بالبيت، مش من باب اللي هي الوقت، لا بحسها أزكى وأطيب. وهيك بدك طحين وبدك زبدة، نفس العملية ونفس التكاليف.
اتفقنا؟ خلصنا من البشاميل ورح اخليها شوي لحتى تتقل معي. اشي بسيط، احنا نص الكثافة بدنا، ما بديها تجمد. احنا رح نطبخ بالطنجرة. الحشوة رح نجيب شوية زيت نباتية، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تحطي زبدة بصير، بصل مفروم ناعم كيوبس، نعمل له سوتيه سريع كالعادة. رح ندعمها بتكة من الملح كرمال نزل سوائل يدبل بدون ما ياخذ لون. البهارات زي صراحة أي نوع إشي فيه لحمة، أنا ما بحب أكتر بهارات، بحب أخذ نكهة البندورة، الجزر مثلا، فليفلة، معجون الطماطم، بحب هاي النكهات، فما بحب أكتر بهارات. واعرفي دائما اللي الشيف اللي بكتر بهارات ان جنرال، يعني احنا بنحكي بشكل عام عالميا، بحاول يغطي على نقص من بإشي في النكهة أو في الطعم أو على جودة المنتج كلحمة. فاللي بكتر بهار بده يغطي على إشي، احنا ما عم نغطي على إشي. لحمتنا مرتبة، جبناها من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، فيها ثلاث طوابق وحدث ولا حرج على مدى النظر ما شاء الله. كل يوم بروح بتلاقي عندهم قصة جديدة بالسوق صراحة، الله يقويهم. رح نجيب لحمة عجل مفرومة خشنة مع شوية دهنة خروف بلدي، وخلطت معها شوية خروف روماني صراحة، وطلبت من اللحام بالمؤسسة يطحن لي إياهم خشنة على المشط الخشن دور واحد. وحكالي طب ليش ما بتخليني أعمل لك إياهم دورين على المشط الخشن؟ قلت له ما بديها للمحشي، بديها للزانية. فحلو كمان اللحمة تكون باينة معك. هلأ هون زي ما تعودتوا علينا رح نحط تكة الهيل المطحون عشان ننكه اللحمة ونرجع نحرك البشاميل. فهيك احنا عم نجهز للحشوة. نرجع نشيك عليها ونخلي درجة حرارة الغاز عالية عشان سوائل اللحمة تنزل. نحرك البشاميل، حتحس انه بلش يصير بقاع الطنجرة، والسبب انه فيه طحين، فانا بدي ادير بالي انه ما يكعكل معي. هلا اذا صار وحسيتي انه الطحين او البشاميل قليل، والحليب او السائل اللي انت حطيته عياره كتير، كيف بده يشد؟ احط نشا؟ ما بحط نشا. اما بتحط طحين بس على البارد، بتجيب شويه حليب بارد وطحين بتحركيهم برا بتدوبي الطحين، بعدين بتضيفيه على الطنجره، او بتجيبي خلطه بشاميل بتخلطيها على البارد بعدين بتحطيها. طالما سخن خلص ما رح يدوب فيه اي شيء ناشف انت بتحطيه. رح نضل نطبخ في البشاميل، رح اعلي درجه حراره الغاز ونشيك على اللحمه. تمام، شايفه هي مش راس عصفور ومش خشنه على الاخر ولا نعمة على الآخر، عشان هيك بقول لك دور واحد على ماكينة اللحمة. طبعا هم عندهم بالمؤسسة الاستهلاكية قسم كامل للمنزلية وأدوات منزلية وطناجر وأشياء، يعني أتوقع اللي بيروح على المؤسسة يلاقي كل طلباته، حتى خضار، لحمة، جاج، ديلي، كل شيء، الله يقويهم. هلأ هون إحنا اللحمة لو ما استوت مع أول ما يتغير لونها وتنزل سوائلها، عادة أنا وياكم بنستنى للحمة تستوي، صح؟ اليوم ما رح أستنى تستوي لأنها بدها تغلي مع الصوص وأخذ نكهتها، فأنا ما عندي مشكلة لو لسه ما استوى. رح أنزل عليها معلقة كبيرة أو معلقتين من معجون الطماطم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، معلقة اثنين من معجون الطماطم. شو بتحبي تحطي مع حشوة اللحم أنت حرة، مزبط. ورح نحط كمان عصير البندورة، أنا بجيبها معلبة، وعلى فكرة كنت أجيب نوع معلبة كتير غالية من قبل. بالمؤسسة استغربت إنه في أنواع أجنبية وفي أنواع أردنية وسعرها يا بلاش وطعمتها ولا أطيب زي اللي أنا استعملتها. يعني شوفي كيف قطع البندورة فيها واضحة، حتى كمان التسوق صار للجميع. في كتير ستات قالوا لي بصير إحنا نروح عليها نتمون. طبعا أكيد كل أبناء البلد الكريم بيقدر يفوت على المؤسسة ويشتري. حطينا اللحمة، حطينا البصل، خلصنا الأمور، زبطنا حالنا، حطينا كمان رب البندورة والعصير، صح؟ هلأ شو بدنا نساوي؟ بدنا نزود فلفل أسود، آخر إشي الملح عشان اللحمة ما تشد. أهم إشي الملح تقربيش عليه، بتشد اللحمة بتصير تعلك حتى لو كانت بلدي. اتفقنا؟ حطينا فلفل أسود،
زعتر ناشف أوريغانو. أنا بحب الخشن، موجود عندهم مطحنة على فكرة في المؤسسة، وشريته بالوزن ما شريته معلب. نحرك الزعتر الناشف معها الأوريغانو، وبعدين رح نجيب البهار المشكل أو بهارات سبعة من بهارات إسناد السعودية، موجودة بكل السوبر ماركت والهايبر ماركت والأمور هاي كلهم في عندهم بهارات سبعة. احسب حساب إنه اللازانيا معكرونة يعني بدها طعمة. هاي البهار حنحرك مع بعضهم ونحط. هلأ أنا في عندي ربع ندورة، فيفترض لما يغلي على الغاز يتسبك. طب كيف عندي اللازانيا رح تستوي؟ رح نحط مي مغلية بس أكتر من اللي أنت بتستعمليها وين؟ بأي طبخة عادية رح نحط كوب تقريبا، عشان أنا رح أشتغل في اللازانيا بنفس الطنجرة. تمام، أجهز هون، شيك على البشاميل. شايفة بدها تضل إيدك بطنجرة اللحمة وجنبها البشاميل كرمال إحنا نضل نشتغل بالسليم لحتى تجهز معنا. بعدين إيش بدنا نساوي؟ بدنا نيجي نحرك اللحمة هون، صار عندي زي الشوربة. وبتستغربوا إنه في إحدى المطاعم بفنادق البحر الميت وجه تحية لكل الشفات اللي موجودين تحت، أكيد دائما بيعكسوا صورة حلوة عن مطبخنا الأردني وعن فنادقنا والسياحة بالأردن. فأحد الشفات بإحدى الفنادق الله يوجه له الخير، تفاجأت إنه حاطط على المنيو بالمطعم الإيطالي شوربة لازانيا، فاستفزني الموضوع وهذا هو سبب هاي الوصفة اليوم. شو شوربة اللازانيا هاي؟ من وين هذا الاختراع؟ فهي نفسها، وقال لي في عندي كمية وعجينة مكسرة، وأنا هاي رح أخليها سرية معاد مش رح أورجيكم إياها. فقال لي بعملها زي ما هي، وكترت الشوربة واللحمة وبحط فيها شرحتين لازانيا وطلعنا بشوربة لازانيا. يعني فكرة. هلأ هون شو بدنا نسوي؟ بلشت تغلي معي صح؟ واللحمة ما استوت. رح نجيب اللازانيا المكسرة اللي ما رح نكبها هيها، وفيك تقطعيها بالقطع اللي بدك إياها وبس. هنقطعها. هلأ كمية اللازانيا أنت حرة، كتيرة قليلة نص نص. ها حتستوي؟ نعم حتستوي، وحتسحب السائل اللي احنا حطيناه. فشو قوي قلبك. ايوه حنحرك مع عقارب الساعة عشان اوزع قطع اللازانيا كمية السائل منيحة. فاحنا بحاجة لكمان شرايح لازانيا، وبهدي النار وبغطي على الطنجرة. لازم أغطي على الطنجرة، بعد هيك رح أرجع ألاقي قطع اللازانيا استوى. في ناس بحبوها واضحة ومبينة فبيخلوها قطع كبيرة، وفي ناس إحنا قلنا إنه إحنا لقينا الباكيت مكسر، فشو بنسوي مع الشيف؟ كسرناها واستوت اللازانيا، أخذت نكهة اللحمة، اتسبكت مع البندورة، أخذت اللحمة المفرومة إلى آخره. بس هاي صفت معكرونة مع لحمة مفرومة ما إلها دخل باللازانيا. عشان نعملها أنا وياكم لازانيا لازم نجيب طنجرة كبيرة، مش إحنا قلنا بدنا نعملها بنفس الطنجرة. هنطبخ كمان البشاميل سريع سريع، وزي ما حكينا رح نخليه بقوام شوي كثيف. تمام، رح نجيب طنجرة أكبر لأنه كميتنا بسم الله ما شاء الله فيها بركة. نبلش نحط الطبقات بالطنجرة، لهيك رح نجيب شوية اللازانيا ونقول بسم الله. يا رح نجيب من هاللازانيا، شوفي لازانيا مستوية، لحمة مفرومة أنا مكترة كمان مدللكم على الآخر. رح نروح فيها وين؟ بالطنجرة. هلأ ممكن تساويها بالأطباق، صراحة أنا ما حبيت عشان هيك بدي تشوفوا كيف رح نقدمها إحنا، يعني كيف بنقدم في بيوتنا. بس ممكن تجيبي طبق شفاف، أزاز شفاف أو إجريليك، وتسوي هاي الطبقات لما يكون عندك جمعة ستات، حينبسطوا عليها وحينبهروا صراحة لأنها فكرة كتير حلوة. وهلأ بتشوفي كيف رح ناكلها. حطينا طبقة ما رح نكتر، تمام بالقع. بعدين شو رح نساوي؟ رح نجيب صوص البشاميل زي ما احنا متعودين. خلينا بس نطبخ، لازم يتكاثف. نعم
ما راح اكثر طبخه لانه انا راح اروح فيه على نفس الطنجره، لذلك راح نحطه شوي سائل كرمال يكون في عندي انا قوام شوي هيك سايب لللازانيا، وراح ننزل عليها كمان جبنه موزاريلا بنفس الطنجره. هورجيكم هاي. اذا حطينا اللازانيا واللحمه وفوق منها الموزاريلا، هنعمل طبقات بنفس الطنجره ونجيب تكه من الزعتر الناشف الاوريجانو وين فوق الجبنه، نشيك على البشاميل. تمام بلش يتكاتف معي، بلشت القوامه اشي قليل. هلا انا ما راح اروح على الفرن، راح اروح فيه على الغاز، اذا معناته في درجه حراره عاليه تحت الطنجره، اذا احنا بحاجه يكون قوامه مثل السحلب بالضبط، ما تطبخي كثير لا البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم، زي السحلب. يلا بسم الله راح نروح نسقي فوق اللازانيا هالشكل. طلعي كيف صار، هيك قصدي يكون في عندي سائل بالطنجرة لأنه في عندي نار تحت الطنجرة من الغاز مش زي الفرن. كمان هنسقي كمان، أنا بحبها يكون فيها سائل صراحة، ما بحبهاش تكون جامدة. وبعدين هنرجع نحط كمان بسم الله الرحمن الرحيم طبقة لازانيا. فيك تساويها بصحون فخار صغيرة مثلا، بس احنا اتفقنا انه احنا مستعجلين وبدنا نعمل على الغاز، ما بدنا نروح على الفرن ابدا، او خلصت جرة الغاز مثلا يعني بصير. نرجع نحط كمان طبقة لازانيا وكمان طبقة جبنة لاني خلص ما راح احركهم، بدي الجبنة تسيح على درجة حرارة اللازانيا. هيها نرجع بناخذ من البشاميل هي الطبقة الثالثة من اللازانيا. شوفي شو رح نعمل، رح ننزل باقي اللازانيا كامل تمام بالضبط على الطبقة الأخيرة. يا ستي مش مكسر، زاد عندك مثلا نص باكيت ما بكفوا يسووا بايركس، بقلبهم بعملهم طنجرة وخلصنا. حنحط كمان آخر جزء من اللازانيا هيك بهالشكل تمام. هاي بهمني الخطوة تشوفيها عشان رح تسألي حالك طب يعني احنا بنحطها بالفرن عشان تسيح الجبنة، شو رح نعمل وكيف رح نحمرها؟ هو الاشي الوحيد اللي ما رح يزبط معاكي كفرن اللي هي تحمير خليني احكي الموزاريلا. فاحنا شو رح نعمل؟ ممكن تخليها زي ما هي او بالترش اللي هو فرد النار، بس بهي بالطنجرة انا صراحة بحبهاش يعني تكون، شايفة كيف القوام سحلب طلعي؟ ما رح نطبخها كتير. يلا ها نسقيها تمام، بعدين رح نحط كمية الموزاريلا اللي بدها تسيح على الوش هالشكل زي البايركس. بعدين رح نروح على نار هادية جدا 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 ونسكر عليها الغطاي. لما نسكر الغطاي رح تسيح الجبنة وكمان رح يتكاثف بزيادة البشاميل وهيك رح تاخد قر. هنمشي خطوة خطوة عشان نكون احنا ماشيين بكل وضوح. شوفي شو صار باللازانيا، طلعي بلشت تطرى معي. هلا في ناس بحبوها تكون هيك قطعتها واضحة، وفي ناس بكسروها على الآخر كرمال انها يعني أبرك أوضح الكمية. شايفة رح نخليها لسه المعكرونة ما انسلقت صح، ونهدي النار على الآخر وهيك بتكون معاي اللازانيا أمورها تمام. رح نجيب اللي جهزناها يعني هون كهرباء، فرح اثنين للي عندها كهرباء، إذا عندك عين الغاز على أصغر وحدة على الشعرة على الهدى، ونحطها هون ونخليها شو تبلش تبكبك. لما بغطيها بالغطاي رح تسيح معاي الجبنة وكمان رح تمط. بعد الفاصل رح أشوف أنا وياكم هل هالكلام صح ولا لا. فاصل رجعين خليكم معنا. يا سلام
طاولتنا الفاضية بتتملى، بس أكيد معاكم وبوجودكم مش بدونكم. رح نعطي كل إشي حقه ونعطي طريقة تقديم حلوة لحتى نعطي للست نوع من أنواع الأفكار، كيف تقدم طبقها، كيف ممكن تستفيد منه. وفنجان القهوة أكيد صار على الغاز بستناكم. خلينا نشوف مقادير. رح أعطيكم نظرة على اللازانيا، رح أرفع الغطاي وتشوفي معاي كيف القوام السائل لصوص البشاميل أو صلصة البشاميل كيف بلشت تتكاثف. فأنا استغليت قوام لحتى تتطبخ وتصير طبق كامل معاي، والجبنة بلشت معاي تسيح على درجة حرارة السائل، لذلك ضلك مغطي عليها غطاية الطنجرة. فدايما الست اللي في الإدارة شاطرة وبتدبر حالها بمطبخها هي ست بنخاف منها. خنشوف المقادير لتحضير هالحلى. هو نوع من أنواع المكسرات اللي هو جوز قلب عين جمل، رح نعمل فيه تغليف زاكية، ممكن تخليه جنب فنجان القهوة أو السادة، ممكن تزيني فيه قوالب الكيك، الحلويات، الآيس كريم، وممكن تخليه كمرتبان ضيافة في العيد. أنا بعمله بالعيد صراحة لوالدي بس بطريقة مختلفة عشان السكري. خلينا نشوف، رح أحكي لكم تفاصيل خلال البرنامج. بسم الله. لتحضير جوز محمص بالعسل والسمسم احنا بحاجة الى 2 كوب جوز قلب عين جمل منقوع 8 ساعات، لذلك انا نقعته مبارح بالليل. معلقتين كبار سمسم ابيض، 3 معالق كبار عسل، معلقتين كبار سكر ابيض مش بني، البني بتكرمل وممكن ينحرق ولون الجوز بني، فانا ما بدي اغير لون الجوز. تمام، رح نجيب جوز قلب عين جمل عشان يقشر معنا ويصير لونه حلو. في ناس بتقلبه قلب مع المي السخنه وفي ناس بتنقعه، شايفه كيف صار من جوا وزاكي كثير وحبه بتنفش، شوفي كيف الحبه صار حجمها طلع. يفضل انه بهاي الوصفه تجيبي حب الجوز كامل عشان يكون شكله فخم زي التغليف اللي موجوده عند المحل تبع المكسرات اللي ببيعك الكيلو ب 18 دينار. شو التغليفه؟ بسهوله بتصفيه، ما تغسلي ولا شيء، صفيه كثير منيح، وبعدين بتجيبي على العيار السمسم اختياري، اذا ما بدك ما تحطي بس زاكي. سكر حبيبات ابيض مش مطحون ومش بني، ما بدك سكر تكتفي بالعسل ماشي بصير. ورح نجيب العسل، تمام هيك. وبعدين شو بدنا نسوي؟ بدنا نحركهم مع بعض، ننزل عليهم الجوز اللي نقعته وصفيته هيك هالشكل واخلطهم صح. هلا شو بده يصير؟ رح يسيح معي العسل اصلا ورح يصير زي اكنه سيرب بالفرن. حمي الفرن على الرف الاوسط على درجه حراره 180، وبعد ال 180 بتضلك رايحه جاي تقلبي فيه، مش تتركيه ضروري. تمام، حنجيب هدول الصواني اللي بحب اشتغل فيهم تعون حلويات، اشي ما يلزق. كل الخلطه اللي عملناها هاي اللي انت شايفتيها كلياتها هلا رح تصير زي اكنها مي، زي اكنها زيت بحراره الفرن، مشان هيك بدك تضلك رايحه جاي تحركيه عشان يغلف حبات الجوز. على درجه حراره 180 لمده نص ساعه طلع معانا بهالشكل. طبعا من وين اخذ اللون؟ العسل والسكر الابيض تكرملوا على حبه الجوز وصار زي اللي بتشوفيه بالمحلات. حطيه على قوالب البيكان، كيكه الجزر، كيكه البهارات، اي شيء هيعجبك كثير، مو شوي، كثير زاكي. تمام الكلام. وهلا على السيت اب اللي كان فاضي راح يصير مليان، اذا 180 الرف الاوسط وضلك رايحه جاي حركي. كثير سهله وبسيطه. صراحه بعملها مع قوالب التشيز كيك لونها بني اللي رايحه على لوتس وهيك، حلو بتمسكيهم حبه حبه حورجيكم، وبتصفطيهم او على التارت الميني تارت الصغير مثلا قوالب تشيز كيك، شوفي ما اجملهم. وهيك بضلوا شهر على فكره ما بسكر، مشان هيك قلت لك ضلك رايحه جاي ومفيد جدا. اللي بدرسوا الطلاب، اللي رساله ماجستير، طلاب توجيهي، هاي طاقه. هلا رح نقدمها اكيد بطريقتنا الحلوه، رح اضيف لك اياها. شوفي مش مسكر نهائيا الجوز، مشخص عليه سمسم، تحبي تحطي شيء ثاني يعني حسب اجتهادك الشخصي. انا متاكده انه رح يطلع معكم كثير شيء مرتب. هم
حبيتوا تحطوا رشة قرفة كمان بصير، بس هو هيك صراحة بيفكروا الستات يعني البعض بعتوا لي إنهم بيحطوا قطر أو سيرب أو كورن سيرب اللي هو شراب الذرة، لا ولا حتى قطر ولا إشي ولا إشي، هو العسل بنكسر السكر اللي فيه وبنكرمله مع سكر أبيض وبنحطه على الغاز وبس. هي عملت لكم الطريقة قبل فترة يعني ذكرت السؤال ومبارح طلعنا بالفكرة. حتى الجوز بتحمر معاك شوي إذا بدك بصير كتير طيب جدا، الصبح مع فنجان القهوة رهيب جدا جدا هتنبسطوا عليه. كيف نحفظه؟ مرتبان زجاجي محكم الإغلاق عشان ما يتأثر بأمور الجو اللي موجودة في مطبخك. شايفة؟ كتير طيب رح تدعوا لنا عليه بإذن الله تعالى. حبيتوا تحطوا رشة قرفة كمان بصير، اتفقنا؟ طيب كيف نحفظه؟ هاي رح أورجيكم كيف رح نحفظه. رح نجيب مرتبان زجاج محكم الإغلاق ونحط فيه الجوز. وبحطه هيك عند زوجي بالسيارة مثلا مشان هيك قلت لك زجاج عشان ما يتأثر بعوامل الجو. أو إذا بتحطي له ساندويش في كتير يعني أنا بحترم هذا الإشي كتير ستات، لا ابنك يا ستي بلاش، لا أي حدا بيعز عليكي تحبي تحطي له لحفيدك مثلا مقيم عندك إلى آخره، بتقدري تحطي لهم بتبروير. هاي حصة من الطاقة وحصة جدا طيبة من الأشياء الزاكية اللي ممكن أنك أنت تعمليها بالبيت، اتفقنا؟ وبس كتير إشي بسيط وسهل وخفيف ولطيف وصراحة كتير أنيق، والأهم إنه زاكي يعني مش وصفة والسلام. تمام يلا هننظف المرتبان وقهوتنا جاهزة كمان، وقهوة تركية صراحة. يلا هجيب القهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هيك أتوقع معاد والشباب الطيبة على الكاميرات حينبسطوا، لأنه دائما المصور والمخرج أو أي أحد من الفنيين لما بده يستمتع بشغله بيحاول يدور على التفاصيل لأنه هي اللي هو اللي بيحبها، وأنا بحاول أعطيهم هاي أنا بحاول أعطيكم هاي التفاصيل حتى تشخص فيها ابن عمي. تمام وبس والسلام ختام. تقدروا تطبقوا الوصفات وإن شاء الله إنها تعجبكم بإذن الله تعالى وكمان تكون طيبة على قلوبكم. هلأ بدنا نسكب صحن اللازانيا. يلا هنيجي هون وحنشوف. يا سلام يا معاد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم رح نرفع لقمة من اللازانيا ونشوف بتمط الموزاريلا ولا لا. رفع لك من هون هيا طلعي كمية السائل اللي فيها هيا. بدي أحمرها، إذا عندك ترش، إذا ما في انسي اعتبريني ما حكيت، هكذا بس على الموزاريلا نعطيها لون. طبعا هذا منزلي، الاشي للمطاعم والاشياء كتير غالي، هذا منزلي يعني ما بتجاوز 5-7 دنانير للي بتحب انها تقتني. فمش كل اشي يعني ممكن يكون على الشاشة نشوفه يكون اشي كتير غالي، لا ابدا ابدا بالعكس تقدر الست تدبر حالها. اكيد رح نجيب الطنجرة ونبلش نسكب. طبعا جبت كمان صحون الباستا بحدي لحتى نشوف كيف ممكن نسكبها بنفس الصحن تماما كانت بالاوتيل وكانت شوربة باستا. بسم الله بهالشكل. شايف الجبنة؟ أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. بالنص تمام. هنسكب كمان شوي من اللازانيا وصارت بنفس الطعم ونفس النكهة الطيبة من تحت إيدك الحلوين، بس يعني بفكرة تانية مختلفة نوعا ما عشان نتدارك أي إشي صار معي أو أي أكشن في المطبخ.
اكيد الثانيه بتكون احلى وبتطلع معاكي زي قالب الكيك. اكيد دائما كل شيء على اصوله، ما في عليه كلام ولا عليه غبار، ولكن بعض الاحيان بتكون الست بحاجه بانها تاخذ فكره، مثلا بتدبر حالها، وزي ما احنا بنقول في بيوتنا احنا ستر وغطى على بعض، فلما انا ادبر حالي انا كمان على الشاشه ما عندي مشكله ادبر حالي باي اكشن صار، ولا اني اتلف اي شيء من المطبخ حتى لو كان متواجد دائما. فحتى لو كان متواجد لا ما عندي مشكله، عندي انا لازانيا مكسره، فطلعنا بهاي الفكره كرمال نكمل رساله دائما بانه اللي عندنا مش موجود عند غيرنا. ديروا بالكم على هالنعمه دائما وصونوها عشان تضل عندنا وعندكم ان شاء الله موجوده. وهيك بنكون وصلنا لنهايه الطريق وسوينا لكم شويه لازانيا بنفس الطنجره على عين الغاز بدون ما تفوت فرن نهائيا. طبعا هلا على درجه حراره الطبق صراحه راح اجيب كمان شويه موزاريلا شيء بسيط عشان تسيح، اول ما اقدمها تكون جاهزه للاكل. درجه حراره المزيج راح اخليها تسيح طبعا اكيد. بكرة الخميس، والخميس يعني نهاية أسبوع، والحبايب معطلين من المدارس، معناته إحنا نجمع حالنا عند أمهاتنا حمواتنا في بيت العيلة عند الحبايب عند أخوكي إلى آخره. فيوم الخميس بيكون بحاجة لأفكار أحياناً سريعة سريعة اللي بدهاش تطبخ، وأحياناً أفكار تجمعنا مع الحلوين. إحنا بدنا نشتغل على النقطتين هدول، ورح نعمل إن شاء الله تعالى غداً سندويشات كاري الدجاج، إشي كتير طيب ورهيب. وكمان رح أساوي لكم حلى باستخدام البف بيستري، الحبة منه دينارين ونص بمنطقة شارع الجامعة. أنا بحب أسوي لكم الأشياء اللي برا بشوفها وبستكشفها بعدل عليها عشان اللي بحب يشتريها من برا لأولاده ما يفكر 1% إنه بيقدر يعملها بالبيت أو لا. نشوفكم على خير وسلامة بإذن الله غدا يوم الخميس، حلقة نهاية الأسبوع برفقة كل الزملاء الأفاضل. أوجه لهم تحية بالجاليري، الله يعطيهم ألف عافية والشباب